نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله في الفوائد السنية على العقيدة الواسطية. الفصل الثالث: الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة التي اشتملت العقيدة الواسطية على جملتها. لأهل السنة والجماعة أصول تفصيلية في العلم والاعتقاد والقول والعمل والخلق والتعامل مع الخلق. اشتملت هذه العقيدة المسماة بالواسطية على جملتها وكلياتها، وتضمنت حواشي أهل العلم عليها تفصيلاً لمهماتها. أشير باختصار إلى جملة منها لتكون توطئة لفهم متنها وإدراك مرامها، وليعرف الملم بهذه العقيدة مواقف أهل السنة والجماعة من مخالفهم من أو مع أحسن من مخالفهم ممن ينتسب إلى العلم والدعوة في الأصول والمنهاج. الأصل الأول: القول بوجود الله تعالى وأنه سبحانه الموجود واجب الوجود أزلا وأبدا، فلم يسبق وجوده عدم، ولا يعتريه نقص، ولا يلحقه فناء، فهو سبحانه واجب الوجود وغيره ممكن الوجود أو ممتنع. الأصل الثاني: لا سأعلق على هذا الأصل ما يثير العجب، يعني هذا ما يذكر أصلا في الزمن الماضي، ما يذكر، لأن أمم الكفر في جملتها مقرة بوجود الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية، يعني أفعاله جل وعلا، آثار ربوبيته، الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وجلب النفع ودفع الضر، كل ما يتعلق بالربوبية يذكره الله عز وجل، لا ليعلمه المخاطبين، فإنهم يعلمونه يقرون بربوبيته، وإنما ليقررهم به، يأخذ إقرارهم به، تعريفه ومعرفتهم به، ليطالبهم بلازمه الذي هو وجوب إفراد الله جل وعلا، اعتقاد تفرد الله جل وعلا بإلهيته، وجوب إخلاص عبادته، وأفعال الربوبية يا جماعة هي آثار أسماء الله وصفاته، ترى ما هو الله عز وجل اسم الخالق، ما هو الخلق صفته، المخلوقات هذه فعلا آثار، فعل آثار خلق، ما هو الرازق، والرزق صفته، فالرزق أثر اسمه صفته، يرزق من يشاء بغير حساب، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهكذا العليم اسمه، العلم صفته، تعليم الخلق فعله جل وعلا، فأفعال الربوبية هي آثار الأسماء والصفات الجماعة، ولهذا جعل الله عز وجل الإقرار بأسمائه وصفاته وبأفعاله دليلاً على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بإلهيته وعبادته وترك الشرك به، فتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية دليلان على توحيد الإلهية والعبادة، مقدمتان له، توحيد العبادة لله والعبادة نتيجة، وجميع الأمم مقرة بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبجنس أسمائه وصفاته. لما خوطب المخاطبون بالتنزيل أول ما نزل العرب، وبينهم اليهود والنصارى، اليهود في المدينة شمال الجزيرة والنصارى في جنوب المدينة،
جنوب الحجاز نجران وغيره ما عارضوا على اسم وصفات ما نكر عنهم كلمة واحدة. المشركون قريش اللي أحرص شيء على المعارضة ما نكر عنهم كلمة ولا أنكروا الأسماء والصفات إلا في معرض المعاندة والخصومة والاتفاقيات السياسية فقط. قال تعالى عنهم وهم يكفرون بالرحمة لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا تكتب ما ندري بالرحمن بالرحيم اكتب باسمك اللهم على عادتنا فأنزل الله فهم يكفرون بالرحمن يكفرون بسم الله بسم الرحيم بصفة الرحمة فجعل ذلك كفرا ظاهرا. ولذلك ترجم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات بمعنى فقد كفر. وقال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال عنهم هم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. ما أنكروا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات وإنما أنكروا توحيد الإلهية والعبادة تعصبا لأسلافهم ومحافظة على رياستهم واستمرارا لأكلهم أموال الناس بالباطل مقابل إضلالهم يضلونهم يأكلون أموالهم بالباطل يأخذون أجرة على الإضلال. فكان يعني ما يحتاج الكلام على وجود الله جل وعلا لأنه ما أنكر وجود الله عز وجل إلا من الثانوية المجوسية الذين قالوا بإلهية إلهين إله الخير ها وهو النور وإله الشر وهو الظلمة. وعندهم أيضا أن إله النور وإله الخير خير من إله الشر وإله الظلمة ينتهون إلى إفراد الله إفراد الرب جل وعلا بخصائص وهم مجوسية. فكان ما يحتاج هذا ينص عليه وجود الله ما حد ينازع في وجود الله ما نازع في وجود إلا الملاحدة الدهرية الأولين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر يعني الزمن فهم فحوى كلام ينكرون وجود الله عز وجل بتدبيره للخلق والملك ينسبونه الى الزمن ما يهلكنا الا الدهر. والملاحده ينكرون اسم الله عز وجل وينسبون التدبير للقوه الفعاله الخفيه او العقل الفيام فينتهون الى انه المؤثر في هذا الكون واحد الموجد لهذا الكون المدبر لهذا الكون كذا واحد وإن اختلفت التسمية وإن قصرت العبارة لكن ينتهون هذا واضح. هذا ما عرف في إنكار وجود الرب إلا الدهرية والثانوية والملاحدة اللي وجدوا في القرن الثاني والثالث ينتسبون الإسلام وهم أخذين ثقافات الرومان واليونان والمجوس والهنود واضح. فهذا اللي صار أثر على المتدينين الذين يحسنون الظن بهؤلاء لأن عباراتهم هم سبب أنهم منحرفون ضالون أثرت هذا. خذوا مثالا ايش مذهب الجهمية في الأسماء والصفات إنكار الأسماء وإنكار الصفات ولا لا؟ فلا يسمى الله باسم ولا يوصف بصفة مما جاء في الكتاب والسنة. طيب إذا انتفت الأسماء والصفات
ما يلزم من هذا انتفاء الذات؟ هنا لأن ذات ما توجد لها أسماء ولا صفات ما هي موجودة أصلا، في انتون للحال خبث. فهذه من ثقافته، من شؤم الكلام أنهم أثروا هذا في أتباعهم من يحسن الظن بهم. طيب، أحسن الطوائف المخالفة للسنة والذين هم أقرب هذه الطوائف للسنة من هم الأشعرية، إيش يقولون عن الله عز وجل في بحث الاستواء والجهة؟ يقولون كان ولا مكان وهو على مكان. طيب وين مكان؟ وين صفته؟ ما هي صفته؟ معنى ما في شيء، ما في السماء عندهم إله يعبد. والله تعالى يقول أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، وهو الله في السماء السماوات وفي الأرض، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، نزل الفرقان على عبده. ينكرون العلو، ينكرون علو الله عز وجل، علو الذات، يؤمنون بعلو القدر على أيضا خربطة، وعلو القهر يقرون به، لكن علو الذات لا. فأحدهم لا يدري أين ربه ولا يدري كيف يتوجه، ولذلك ابتلوا بالإلحاد، بعضهم مات على غير عقيدة بسبب الضلال. هذه من طوامهم وجرائمهم على أهل الإسلام. إذا كانوا هم ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، عندهم أن الله لا يتكلم، تعالى الله وتقدس، يردون دلالة الآية الصريحة والأحاديث الصحيحة مقتضى العقل السليم والفطرة أن الله لا يتكلم، مقتضى هذا إيش؟ إنكار القدر. قدر كلام، إنما قول لشيء إذا ردنا نقول كن فيكون، إنما أمره إذا رد شيء نقول كن فيكون. إنكار القدر، إنكار الشرع، إنكار الحساب والجزاء وتقرير العباد بأعماله، في كفر أعظم من هذا؟ ما في كفر أعظم من هذا. إذا نفوا عن الله عز وجل المحبة، مقتضى قول ابن الله لا يحب المؤمن ولا يبغض الفاجر، معناه إيه؟ أنه لا يثيب المؤمن ولا يعاقب الفاجر، كل سواء. فيكفرون بصريح القرآن، الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه، ويقول سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماء ونزل بكانوا يعملون، وما الذين فسقوا فمأواهم النار. ويقول تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يكون هذا أصلا. ويقول تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فمعنى هذا أنه ليش الواحد يشتغل بالعبادة ويجتهد وكذا وكذا، نصر الله لا يحبه ولا يثيبه، هو الفاجر سواء، يصير الفاجر أذكى، تلذذ بالدنيا ولو جاي شيء بالآخر ما يصيبه شيء. ومقالتهم اللي إيمان أفجر الناس ها كإيمان إيش الصحابة رضي الله عنهم بكر عمر، ويزيدون يقول كإيمان جبريل وميكائيل، اعمل ما شئت من الفجور يعني خلاص. هذه عقيدة لي. فإذا أنكروا محبة الله عز وجل، إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا
ولم يكلم موسى تكليما. هذا إنكار بعض الصفات، وهذا يشتركون في كلهم، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات جميعا، ما يضيفون إلى الله عز وجل ولا يصفون الله بها ولا يؤمنون بحقائقها. والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فرع عن الجميع. الأشعرية يثبتون سبع صفات وينفون ما سواها، فرع عن هؤلاء. وتحكم في نصوص الشرع. فإذا أحسنهم هؤلاء اللي ينكرون علو الله عز وجل وأنه مستوى العرش فوق جميع خلقه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويتنزل الأمر من عنده ويرفع إليه وكذا وكذا، ويصرحون في منابر الجمعة كان ولا مكان وهو على مكان، تعالى الله وتقدس على كل شيء. فهذه من ضلالاته، وهذا مما تسرب إلى المسلمين بواسطتهم، عاملهم الله ما يستحقون. الثالث، المثال الثالث، الصوفية. تدرون وتعلمون إن عامة الصوفية، عامة الصوفية يؤمنون بعقيدة يسمونها وحدة الوجود، ومعناها إن المخلوق عين الخالق، مثل عقيدة النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت، فيقولون إن المخلوق مظهر الخالق، مظهر الخالق، أو يقول إن الخالق حالا في المخلوق، كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وغيره والحلاج. ما عندهم إله له ذات متصفة بصفات مستوى على العرش، ما يؤمنون بهذا. هؤلاء يسمون علماء، وهؤلاء يؤمنون بالكتاب المنزل، سنة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. لا، يختارون، يؤمنون ببعض الكتاب يكونون ببعض. فيكون حقيقة قولهم إنهم ينكرون وجود الله عز وجل، لأن إله لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام ولا بالمحبة ولا بالرضا ولا بالسخط ولا بالاستواء ولا بالنزول ولا بكذا ولا كذا، ما هو موجود، وجوده في الأذهان لا في الأعيان. لا يثبتون ربا موجودا يعبد، ما عندهم شيء. هذه أمثلة، وهذه أشهر الطوائف اللي مالت العالم كله من الإسلام، ترجع لها العقيدة. أي صوفي ابحث معه برفق هدوء تجده يؤمن بوحدة الوجود إلا النادر، وأحيانا هو ما يدري عن هذا الوجود، لكن يقول بالمقتضى لأنه ورث هذا عن أشياخه. الأصل هذا إثبات وجود الله، هذا بدهي، يعني يعرفه الأطفال ويعرفه الرعاة، تعرفه الطحانات، لأن هذا فطري أصلا موجود في الفطر، مغروس في الفطر. لكن جاءت هذه التسريبات من هؤلاء اللي يسمون أهل الكلام، ودخلت في عقائد المسلمين بواسطة من يحسن الظن به، ومن هو مغتر بأسلافه العالقين، فتسرب، صار كثير من ينتسب للعلم من هذه الطابعة على هذه العقيدة، ما هو على شيء. فلذلك يحتاج التصريح، يعني الإيمان بوجود الله. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الأصل الثاني اعتقاد انفراد الله تعالى بخصائص الربوبية كالخلق والملك والتدبير ودوام الفعل والإرادة،
فلا رب غيره، ولا مالك ولا مدبر للملك سواه، ولا خالق معه، ذو الإرادة الحكيمة والقدرة العظيمة والمشيئة النافذة. الأصل الثالث. طيب، الذي يقول إنه يكون في ملك الله ما لا يشاء وما لا وما لم يخلق، ايش رايكم؟ هذا قدر الله حق قدره؟ لا، هذا وصف الله عز وجل بالعجز وانه مغلوب تعالى وتقدس على ملكه. هذا قول المعتزله، ان مشيئه المخلوق غلبت مشيئه الله ففعل المعصيه، وأن المخلوق هو الذي خلق معصيته، فانتهوا إلى كل مجوسية، أوجدوا خالقا مع الله هو العاصي الكافر. هؤلاء على عقيدة، لا مو على عقيدة، على ضلال، وعندهم الصوفية، عندهم أن الشيخ مشايخهم المعاصرين أو السابقين أحيانا منهم أنه يعلم الغيب وأنه يدبر الملك أو شيئا من الملك، يسمونه الغوث أو القطب أو غير ذلك، فجعله ربه مع الله عز وجل مشاركا لله فيما هو من خصائصه. ولما وقعوا في شرك الربوبية أشركوا في الإلهية، ولهذا يعبدونه، لأنه يعتقدون فيه أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، وعلى الأقل إذا تأدبوا بالعبارة يقول يتوسط، يتوسط يحقق مصلحة، يتعلق به يستفيد. انظر كيف العبارات، هؤلاء وحدوا الله، ما وحد الله، أشركوا بالله، حتى المقرون أبو جهل وأبو لهب ربوبية الله جل وعلا وأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وجلب النفع ودفع الضر، هؤلاء يقول لا، الأقطاب، الأغواث، الأولياء، الأئمة يملكون مع الله عز وجل. قد ذكرت لكم أنا عبارة سابقة، جمل سابقة عن الخميني عليه من الله ما يستحق، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون ذرات الكون وخفايا الغيب. ماذا ترك لله؟ ما ترك لله شيء، أعطى أئمته كل ما لله عز وجل. فلذلك ما تستغربون الشرك عندهم الأكبر، ما تستغربون عداوتهم للتوحيد والسنة، ملاحدة زنادقة. ويقول القائل من هالمثقل: اخواننا اخواننا اخوان الشياطين. طيب مثال، قصيدة البويصيري في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ ماذا ترك لله؟ قبل ذلك يقول: يا سيد الخلق، ما لمن ألوذ به إلا حماك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأجل من الله جل وعلا،
هذه عقيدة دي صحيح، هذه عقيدة الشرك، هذا تأصيل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله. والآن هذه في مناسبات الموالي يتغنون بها ويغتبطون بها ويرتلونها أشد من القرآن ويعتنون بها أعظم من القرآن، مؤمنين بها ما عندهم اعتراض عليها. حتى تميزون تعرفون الناس، والإنسان لا بد أن يعتني بعقيدته ولا تنطلي عليها الشبهات ويأخذ بها وما يدري ولا يدرك أبعادها ولا خطرها. انظر هذه الأصول اللي ما يشكك فيها أبو جهل ولا أبو لهب، هم الآن ينفون عن الله عز وجل ويعطونه لغيره، فينكرون وجود الله عز وجل ويؤلهون خلقه. هؤلاء على هدى أم ضلال؟ على ضلال، ضلال كبير، وعلى هلاك وخسران وشقع، ويضلون الخلق لأنهم متخصصون في التفسير، في الفقه، في الحديث، في كذا، في الدعوة، وهم عقائدهم قائمة على الأسس المنهارة. تحاول الإنسان أن يميز ويعرف، يعرف ضرورة العناية بعقيدة السنة والجماعة، ويعرف مخالفة المخالف لهذه العقيدة، كيف رد عليه أئمة السنة والجماعة وبينوا ضلالته ومخالفته وكشفوا شبهته وفندوا زيفه وقرروا العقيدة بدلائل الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة، حتى يكون الإنسان على بينة ولا هو على خطأ. إذا عرفتم من الأشاعرة الذين يقال عنهم أنهم أقرب الناس إلى السنة، فيهم ناس علماء أفاضل وأجلة في الفقه والأحكام وفي العباد وكذا، لا يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه فوق جميع خلقه، فأين يتوجهون؟ العوام الذين على فطرتهم إذا أرادوا أن يدعون وين يتوجهون؟ يتوجهون للسماء، يحاول ديب يا الله عز وجل ولا لا؟ عامة الناس سواء المسلمين وغير المسلمين، ما من أحد يريد أن يدعو الله عز وجل إلا وجد ضرورة أن يتوجه إلى السماء، ما يلتفت يمين ويسار أو للأرض. بل إن العجماوات البهائم، البهائم البقرة الشاة، إذا عشرتها الولادة رفعت رأسها إلى السماء تنتظر الفرج من الله عز وجل، فطرة. صارت البهائم العجماوات أعرف منهم بالله عز وجل بفطرتهم، وهم يأتيهم خطاب الله عز وجل الصريح في سبعة مواضع من القرآن العظيم ثم استوى على العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن العرش فوق جميع المخلوقات. أين استوى الله عز وجل؟ فوق جميع المخلوقات. إذا سألتم الله يقول صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر نهار الجنة وسقفه عرش الرحمة. ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل جارية قال أين الله؟ إشارة، فقال اعتقها فإنه منه. هم يقول لا، الإشارة يجب قطعها، الإشارة للسماء يجب قطعها كذا توحيد. هذه عقيدة دي، فهذا مشكلة يجب تنبه لها عشان يأخذ حذرة، لأن ستمر عليكم في كتب التفسير أقرب شيء الآن، ستمر عليكم عبارات تضيعكم عن مراد الله بكلامه.
من عبارة المفسرين اللي ينتسبون لها العقائد من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غيره. طائفة منها الطوائف المنتسبة للإسلام يقول عنها العلماء إنها شر الطوائف، يعني على كفر الجهمية هم أكثر من الجهمية، اسمهم المفوضة، المفوضة في المعاني، يقولون ما ندري وش معنى الوجه، ما ندري ما معنى استوى، ما ندري ما معنى اليد، ما ندري ما معنى السمع البصر. هؤلاء يقال عنهم شر الطوائف، أشر من الطوائف هذه الأول. ليش؟ لأن مقتضى قولهم أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعلم معناه، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حجة الله على الخلق، ما بلغ الرسالة كما ينبغي، ما علم الناس المعاني، ماتوا وما علموا المعاني على زعمهم. فالجرأة هذه تكون من مؤمن بالله واليوم الآخر، إن الله خاطبنا بما لم نعقل ولا نعرف معنى، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لنا هذا، وهو صلى الله عليه وسلم في أشرف جمع حضر في عرفة يقول يا أيها الناس إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، قال اللهم اشهد عليها. الصحابة رضي الله عنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، البلاغ والبيان والأداء والنصيحة، وهؤلاء يقولون لا والله ما ندري له الحين، ما ندري والله مش معنى الوجه ولا معنى الاستواء ولا معنى السمع والبصر واليد والقدم والساق. يقول نحن نفوض، الله أعلم، نرد العلم إلى الله. لا تخلطون بين هالمذهب الفاجر الهدام وبين مذهب السلف. مذهب السلف هو التفويض في الكيفيات، لله وجه لائق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، نثبت لله عز وجل وجها لائقا بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لا نعطل الله عز وجل صفته بصفاته ولا نحرف الكلم عن مواضعه، نقول لا الوجه المراد بها الجهة، هذا التحريف. وهكذا لله سمع لائق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، لله بصر، لله يد، كذا. هذا منهج السنة والجماعة، حمل النصوص والأسماء والصفات على ظاهرها وحقائقها ونفي مماثلة الله لخلقه فيها، وألا يعطل الله عز وجل من صفة من صفاته لشناعة مشنع معترض على النصوص. هؤلاء مفوضة شر، شر، لأنهم كذابون، يقول الله خاطبنا بما لم نعلم، يعني ما قامت حجة الله علينا. تجدون في عبارة بعض أهل العلم أهل السنة أحيانا قصور في العبارة، يوهم التفويض، يوهم التفويض في المعاني. فمذهب السلف التفويض في الكيفيات، المعاني معلومة كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات، جميع الصفات، اليد معلومة والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، القدم معلومة والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن دقة أهل السنة والجماعة أنهم صرحوا أن الله عز وجل يرى بعين صراحة، ولم يصرحوا بالسمع، قالوا لله سمع، لأن الدلالة على السمع صريحة محتملة، وإن كانت تدل ضمنا لكن المخالف قد يكون له عذر.
الأذن أحسن الله. فقالوا إن الله تعالى يسمع بسمع، لكن قالوا في العين إن الله يبصر بعين، يرى بعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال إن ربكم ليس بأعمى. لكن الأذن ما كانوا بها، ما أثبتوا، أثبتوا الأذن. شو الفرق بين الأذن والأذن؟ الأذن آلة السمع، والأذن الاستماع. ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما استمع الله تعالى لشيء استماع مثل استماع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فمن دقة السنة والجماعة في العبارات وتقيدهم بالنصوص أنهم قالوا إن الله تعالى يسمع بسمع ولم يصرحوا بما يسمع به سبحانه وتعالى احتياطا وتورعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال كذا، جعل السباحة على العين والبهم على العين، إن الله عز وجل سميع بسمع حقيقي، بصير بصر حقيقي. واضح هذا؟ هذه أمور يعني لابد من التفهم فيها ومعرفة أبعاد مقالات أهل البدع، لا تحملونهم على حسن الظن، وراء ذلك ما وراءه، وراء لك ما وراءه. ولذلك خالد القاسي رحمه الله الذي ضحى بالجعد بن درهم، مش قال خطب الناس وعجل ضحى، جاء بالجعد بن درهم مقيد، وقال في خطبة أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، هذا جاء بذبح. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأحد يسمع هذا بسيط، يعني مسألة الخلاف في الخلة أو في الكلام والبسيط، وهو مثل ما قلت والكلام ينبني عليه إنكار الشرع القدر والشرع والجزاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء برسالة من عند الله، منين أخذ؟ وهكذا نفي الخلة معناه نفي المحبة، معناها التسوية بين البر والفاجر. فالمقالة ظاهر أنها بسيطة وهي خطيرة، لأن وراءها ما وراءها، وراءها الإلحاد، وراءها التشكيك، ليس في إلهية العباد، لا في وجود الله. في مقالات خطيرة، وهذا اللي يخطب على منبر ويثني على الله بزعمه إن الله كان ولا مكانه على مكان، هذا حاد الناس ولا أضل الناس؟ أضل الناس، أن يوقعهم في الحيرة، إلى أين يتوجهون؟ وهو يلزم أنه ينزه الله عز وجل وأنه يثني عليه. تنتسب للعلم وتولى الخطابة وتولى منصب شرعي، الفتوى وأمر المسلمين عامة، وأنت تنكر مدلول سبع آيات صريحة في القرآن العظيم أن الله استوى على العرش بإجماع المفسرين أهل اللغة، إن استوى معناها على، ارتفع صعد، وهذا الذي يفهمه أهل اللسان العربي الذين ما تلوثت لسانتهم بالعجمة، على، ارتفع، صعد. بعض السلف يقول عبارة رابعة وهي تحتاج إلى تأمل، استقر. العبارة ذي ما هي دقيقة كمان، يعني هذا خطيب عالي كبير، يعني يلتفت إليه ويعظمه، يمكن إذا قلنا ثلاثة أرباع العالم الإسلامي، وهذه خطوته. هذا الناس ولا أضلهم؟ هذا أضل الناس،
لو الناس على فطرة ما سلموا الناس معهم خطوته. لابد من أن الإنسان يتنبه لهذا، وتعرفون بهذا جهاد أئمة السنة والجماعة على المحافظة على العقيدة وعلى إثبات العقيدة الصحيحة بالأدلة وحشد الأدلة. يعني مسألة علو الله عز وجل على خلقه التي ينكرها أهل الكلام مطلقا، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، غير والماتريدية، غير كله، هذه العقيدة علو الله على خلقه. تدرون كم حشد أئمة السنة والجماعة لاستقرائهم نصوص الكتاب والسنة ودلالاتها؟ من دليل عليها 1000 دليل، بل أكثر من 1000 دليل إجمالية وتفصيلية، وهذه 1000 دليل لم تقنع هؤلاء ليثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. وش يعرضون فيها؟ 1000 دليل تدل على علو الله على خلقه، من القرآن، من السنة، من كلام السلف، من 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 من، حتى قال ابن مشرف رحمه الله من شعراء الدعوة السلفية يستدل لعلو الله، قصيدة له ديوان ابن مشرف، يقول: وزينب زوج النبي، زينب زوج النبي التي افتخرت على بقية أزواج النبي بلا غلو، فقالت: تولى الله عقدي بنفسه فزوجني من فوق 7 من العلو. يقول إن قول زينب رضي الله عنها هذا كان يثبت علو الله عز وجل، وأنه فوق 7 سماوات فوق العرش. هؤلاء المتهوكون المتأثرون بعقائد أهل الملل المنسوخة والباطلة يقولون: لا، الاستواء معناها الاستيلة، الاستيلة، وش الدليل معكم؟ ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. اللي قايله الأخطر الشاعر النصراني المولد، ما هو من أهل اللسان أصلا، فإذا كان ما هو من أهل اللسان ما يستدل بكلامه أصلا، فكيف إذا كان شاعر نصراني فكيف إذا كان يسكر؟ وهو يقول لعنه الله: ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح يستهجب الأذان، ولست بسائق عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاة. ينكر الحج والهدي، فهذا شيخ في نفي علو الله عن خلقه. في أحقر من هذا من هؤلاء؟ وفي كلامه ماذا لتفسير الاستواء بدل العلو والارتفاع بالاستيلاء؟ أول شيء أنه يوهم نقص الله عز وجل، أن الله كان مغلوبا تعالى وتقدس على عرشه ثم استرد، هذا الاستيلاء، واضح؟ ثانيا، هم شابهوا اليهود لما قيل لهم: ادخلوا باب سجدا وقولوا حطة حطت عنا خطايانا، دخلوا يزحفون على استاهم على مقاعده وجعلوا أدبارهم من بيت المقدس، قالوا حنطة حبة في شعره، حره الكلم عن مواضعه، بدل ما هي حطة احتفاظ عن خطين حولوها إلى حبة القمح. وهؤلاء بدل ما هو العلو والارتفاع الذي هو وصف الله عز وجل ذاتي، الوصف الذاتي لله جل وعلا، ترى العلو وصف ذاتي لا ينفك الله جل وعلا أنه بحال، والاستواء وصف فعلي، فالعلو صفة ذات والاستواء فعل صفة فعل. فهم أنكروا هذا المعنى العظيم الذي هو فيه إجلال لله عز وجل وتعظيم، وردوا أكثر من 1000 دليل بكلام شاعر النصراني الخمر عدو للإسلام وأهله. هذا شيخ.
في أحقر من هؤلاء؟ ما في أحقر منه. عموا عن فقه الكتاب والسنة وعن هدي الكتاب والسنة وعن السلف الصالح من الأمة وعن أئمة الهدى من بعدهم من أعيان القرون المفضلة الذين لم يغمطوا ببدعة، وأخذوا بأقوال اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والهنادك واليونان، استوردوا عقيدتهم من الخارج برا الكفار. وتاجروا بها بعقيدتهم في سوق النخاسة. ولذلك من شيوخهم من والعياذ بالله عند الموت يقول والله ما أدري ما أعتقد، هذا نتيجة إنكار الأول على خلق، والله ما أدري ما أعتقد. آخر شيء يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي بعد هالجهد الجهاد الطويل في العلم والتقرير والتأليف والمناظرات وكذا وكذا، يقول أموت على عقيدة أمي. والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور البلد اللي فيه، من التحير والعياذ بالله. لابد من نعرف يعني الموضوع ذا الموضوع الخطير، يعني موضوع الكلام علم الكلام وعقائد الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والصوفية وغيره، كل هذه طوائف عقائدها مبنية على الضلال، لأنها كلها من نحاتة العقول وزبالة الأذهان، ما هي مأخوذة من الكتاب والسنة ولا من عن السلف الصالح من الأمة، ما لهم فيها سند، غير أنهم يستدلون بآيات هم يفسرونها على أوهام، يصير الدليل حق والاستدلال باطل، فالنتيجة باطل. هذا مما يحملكم على العناية بعقيدة السلف الصالح في قراءتها وفي فهمها ومعرفة مرادهم في تقريرها وعلى من يردون، كيف إنهم كشفوا شبهات المشبهين وفندوا ضلالات الضالين ولم يغتروا بزخرف القول ولا تلميع المصطلحات ولا بالمقدمات يتكلفون فيها ولا بالنتائج التي يزعمون أن توصلوا إليها، فهم أضل الخلق. لو كانوا على فطرة الأعراب والعجائز والرعاة كان أحسن لهم من هالعقائد اللي والعياذ بالله يتنقصون فيها الله عز وجل جل جلاله حتى ينكروا وجوده وينكروا علمه وينكروا مشيئته وينكروا خلقه، يجعلون المخلوق غالب لله في مشيئته وخلقه وأنه يخلق فعلا وأن مشيئته نفذت والله لم يشاء هذا الشيء، وما قدر الله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.